المشاهدين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم هانتوما دابا جينا لكم فيديو جديد اليوم جاو عندنا شي ناس عزازين علينا بزاف المهم بالصدفه جاو عندنا العائله ديالنا وصافي ها هما سلام المشاهدين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم هانيا كيف ما قالت لكم ايا هذا شي ناس عزاز ولاد بلادنا ونسابنا وفرحنا بزاف والله العظيم الا كنا نيت قنطاني محتاجين هذا ايوا دابا غنخرجوا شويه لطنجة نمشيو نشوفوا شنو كاين خرجوا لنا لا مليكه هما البنات رجعوا لطنجة وعاودوا عليك ورجينا لطنجة ها هما ها بعافيات ها العافيات السلام عليكم متابعين ديال ايا كي دايرين لاباس عليكم نتمنى انكم تكونوا بخير ايا فلوق مرحبا بيا مازال ما قررناش شنو السميه مرحبا بيا عندكم ومرحبا بيا في طنجه مرحبا بملكه اللي ما عمرها جات لطنجه مره حشمانه ما البارح ساريتها طنجه كامله ولكن ما قنعاتش ما ساريتها الطوموبيل ساريتي بيا ما خرجتش ما خرجت حيت في الطوموبيل ما خرجتش سولا اليوم في واش مشيتي لهاد البلاصه مشيتي زدت كلشي بلا كلشي طنجة راه كلشي بدات فاطمة الزهراء انت ما عرفتش انا ما عرفتش انت واقيلا بنجا في الطريق هذا ولد صغير واش انا قلت لك نقول لك ليش كاع هي توريني غير بنيت راس بين ساكن دابا حنا نديوها تخرج شي شويه راكم عارفين المشاهدين ديالنا طنجة هي اللي اللي هاني قلتها قلت لك طنجة كتعاش بالليل مرحبا بنا عندكم وشجعوا آية واحد البنيته اللي تستاهل انا شخصيا قسما بالله دخلت لي الخاطري حبوبه والله الا حبوبه شجعوا الله يعطيكم الستار ما تدعموها بلي لايك ديالكم لي كومونتير الزوينين ديالكم ما تخليوهاش راه لاشات قلت انا لاشات ما تخليوهاش ما والين حنا قطعنا صافي مع الامتحانات وهذه قلت لها دبري راسك الله يسهل عليك تاجو البنات عاد شجعوها والله ما قلنا لهم كاع من القناه فاش جينا ما فراسيش واش عندها القناه تا كنا كنهضروا تا جبنا الهضره قلت لك ودي اللي كاين الكيم ولا كاين ما سمحات فيها ديال لا ما تنساش فيها يلا نوضي من تحيه للمشاهدين ديالنا فين ما كانوا ديال بنتي ايا وديال اختي برين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال اش غنقول لكم اليوم عيطات علينا اختي بري كرماتنا والله العظيم الله يصدر الكبيره والله الا دوزنا نهار غزال غزال حنا جاو البنات ديالنا والله الا من الغدا اللي جينا حنا دابا راه قريبه العشاء دابا تكون واقيله ولا البنات وراه غتخرجنا تسارينا في طنجه شكرا ليها ونتمنى ان شاء الله تهي تجي لنا جاو لنا بنادم فاش يمشي لشي بلاد ما فيهاش داكشي اللي كاين شي واحد دابا كون قلت لكم وحدكم واخا حتى واخا حتى ولكن عارفه البلايص مع شي واحد ديالك بصح كتولي الخرجه احسن بصح انا هادشي بصح نظريه ديالي ان شاء الله حتى هي تجي عندنا المريض نديوها حنا غير الام ربيع نمشيو الام ربيع حتى للصيف نمشيو كليكه كامله ان شاء الله وتسناو البرعوكم ديالنا ان شاء الله فين ما مشينا غنمشيو كاملين ان شاء الله غادي في مراكش في الناظور في كلشي فين ما مشينا صبري دوز ايام امتحانات ديالها اش دابري كانت امتحانات سالي امتحانات طلعت عندنا الله يشفيها الله ينجحها والله ينجح وليدات المسلمين اجمعين وليدات كاملين اللي عندهم باك وتاب مريم اللي عندهم التاسعه راه مجربين هذا الشيء كلشي كنتمناو النجاح وليدات والسادس بنتك السادس لبنتي كنتمناو لهم النجاح والله يخفف عليهم هذا الامتحانات يا ربي امين معنا ما تمشي فيه المشاهدين ما خفاكم الحال وعرضت علينا ايه الله يكبر بها والله يهديها تحل شوي داك الفخويوم عندها واحد الفخويوم زوينه غير خصها تحلها وانتوما فين درتي شاطلة ملكة شاطلة ملكة ها شكلي كتقلب العين زعما كالتا ثقة اشوف ثقة ار ار اي ار ار اي لا قولي قولي ما عقلتش كي كتقولي لا حتى تقولي كي كتسالي ثاني غير قولي كي ربي انا ما كنعرفش نقولها شنو هي ايا هي لا الحي انا قشبان وزيا قشبان كتغطي المشاهدين كيحضروا عليا كيحضروا عليا هذا عارفه تقولها غير كضحكنا وصافي المشاهدين ديالنا ومعنا شويه المشاهدين والله واحد الجو والله زوين كانت واضحه كانت بسيطه انت عامره الدنيا تكون بسيطه قالت لك مليكه راه كتبغي تكون بسيطه بسيطه بسيطة بسيطة
هادشي اللي تبنا نوريوكم غادي نوريوكم كلشي غادي نشاركو معكم كلشي يلا حنا ملكه بيتها هنا كتبقى تبقى حتى الصباح سيرو خليونا حنا نمشيو انتي اللي اختاريتي عمك انا ما اختاريت والو كبرتي من الله يكبر بيك جبتي لنا قبيله اي زوينه عليها هي علفهم واحد الغولات الجوجات لا مرحبا لا غير وحده حتى انا مع بجوجه لا لا سمحي لي غير وحده لي غولات تما خليوها تما احجر اي شدوها يلا ايا شمل خليوها تما انتما ونشد معكم اليوم انا اختاريت القهوه واختاريت المشاهد اللي راه كتحشم ما كتهضر ما والو دابا غاسك طرطيشه حنا دابا طلبنا شبه ديال طلبش بيت لا كل بيتزا فانيلي شنو ما بعد البيتزا صافي راه بديت قالت كما تخليتها طريف شو راه خلصنا باش ما نعطيناش واش قرانا ايا وكاع العراقه واش ايا دابا يحيى انا في الغد دابا تدي شوف بيد غنسحر شوف تنظم قرروا راه تنظم لا فرشي شي حاجه انا كمي وتوزقوا سمت بلاد ما يخرج مشيو لاشاقار تمشيو لمن هيا نشديها بنت اخرى اشاقار راه كنتي فين البارح ملكه ملكه راه كنتي فين البارح ملكه كانت غير في الطوله بنتي لا نزلتها شويه عاودتي توزقوا ملكه قولي ما يريخش الشاقور لا هي قالت لك بغات تمشي دي على واحد البلاصه في البحر تشرب اتاي اللي ما شربش اتاي ديال تما والو ما كاين والو تمشي تسمع الهضره انتينا العايله انتينا العايله شنو بسؤال النبسه ديال الجبانه هذيك اللي بغيت ندير ضروري قال لي سمعتي اختي ما تقدريش تدي لنا شوفي ونسي كنتي كل ما غا راجل مشوار حتى الاثنين لينا فهم صحابرينا هضروا حسي خامل اللي فينا غاتسي الميت اليوم ياك هضروا حسي خامل معني هاد الاربع ساعات خميس غتستراح انا غير حيد عيد الجبل السوق السوق راه احسن سوق هو سوق ديال المريخ والله العظيم احسن سوق هو ديال المريخ نتمنى للمشاهدين عجبهم هذا الفيديو هذا اللي درنا هذا النهار الضحك والنشاط المهم حنا كنقشفوا معكم وتنفاجئوا عليكم شويه ونتمنى تشجعوا ايا شجعوا ايا شجعوا الكتكوته ديالنا لايك 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 وبارطاج كلهم بصيمه بصيمه ديروا لايك ديروا لايك على الملكة يا
وآية. أنتم المشاهدين ديالنا كما كتشوفوا الخير قدامنا من الصباح وحنا كناكلوا الفم ما حبش. شكت لك كنعلفكم من العيد. أخي سكتي ما نشربش الباجة حسن وكيفاش. شوف واش غتردوا لي الثمن ولا لا. الدجاج هذه بالحوت. قولوا شكرا مشاهدينا البنات. مشاهدين كيبغيو يكونوا نشاط ما كيبغيوش تضرب الاشاره كامله. داس اي بحالي انا في الاول كندير فيهم تصب غاسه ديال الزعتر قلت لها هذا الزعتر مطلق لا تغيب هذا السودات لا لا ما ولكن الحقيقه مع الكاميرا صعيب لا لا عادي غير بنات اول مره نمشي نخدم محكمه وما قدرتش تصب لا جي نقولك انا ديال الحسن ضربني على غفله ويقول على قال لها شتي شديت قطي والله ما قدرتش تي والو دابا شويه عاد جبت يلا المهم هذا هو المهم هذا هو البيت ديالنا ديالنا سالي 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 يلا شكرا للمشاهدين اللي تلهت منا الفيديو وقفي كنشكر كلشي اللي دخل هذا القناة من فاطمة الزهراء ومن ملكة أم نسيمة ملكة أم نسيمة كنشكر كلشي وصافي دوز اليوم نهار زوين بزاف أنا عجبني الحال اليوم واخا مريضة شوية الله يعفوها بنتي الله يعيشك الله يشافيك بقى تحكي شوية عبري شوية زيدي شوية في البولين البولين وصافي دابا نقدر نقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو ديروا لايك لايك هذاك مامي خشر جابها لكم تليفونات خوان آية خوان واجو خوان وشي خوان سلامة صافي قلت لكم سلامة الله يهنيكم سلامة سلامة عليكم مشاهدين هلا سكة إن شاء الله إن شاء الله